صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح. يوم جديد مليء بالسعادة والأمل والتفاؤل. بالأمس تابعنا حفل إفطار الأسرة المصرية، هذا الحدث الذي أصبح عادة سنوية وتقليد سنوي وإرساء لتقليد مصري قديم منذ عام 2017 بيتكرر كل رمضان. هذا الملتقى بيضم نخبة كبيرة من المجتمع ومشاركة واسعة كبيرة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الوزراء. يمكن لما تابعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وقال أن التحديات كانت كبيرة لكن نجاحاتنا كانت أكبر، وأن عهده دائما مع شعب مصر هو الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يمكن خلال الحفل خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي ببعض القرارات والتكليفات الحكومية وتطرق للأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي بتهم الوطن في الفترة الحالية، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ده بالإضافة لتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح بزيادة المحفزات المقدمة سواء كانت مادية أو خدمية. يعني في حوارنا النهاردة هنتكلم عن كل القرارات وتكليفات رئيس عبد الفتاح السيسي، ده بجانب طبعا فقراتنا الثابتة في هذا الصباح، قراءة في صحافة يوم الأربعاء ومعرفة أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية. هنخرج لفاصل ونبدأ معاكم أولى فقرتنا. نرجع تاني مشاهدينا ونبدأ معاكم أولى فقراتنا في هذا الصباح، وفقرة مع الأخبار المنوعة وآخر مستجدات على الأحداث. يمكن من متابعتنا امبارح لحفل إفطار الأسرة المصرية اللي أصبح إرساء لتقليد مصري منذ عام 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفا للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والعمل على جذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري. تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة لدعم تحالف العمل الأهلي في إطار تحفيز أنشطة المجتمع المدني والأهلي، كما وجه بالدعوة لإطلاق منصة للحوار لتقديم الدعم للعمل المجتمعي لدعم أهداف الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة، مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري. ودعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها تبنت تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بإطلاق حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت الأكاديمية أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة
ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية المختلفة للتعامل مع القضايا الملحة. وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن الموسيقات العسكرية شاركت في احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 40 لتحرير سيناء. في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 40 لتحرير سيناء، قامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتي تفاعل معها الأطفال والزائرون للمستشفى بالسعادة والفرحة. وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير في نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم، فضلا عن تعميق ارتباطهم بالقوات المسلحة. وفي سياق متصل، شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري العظيم في احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور. مع اقتراب عيد الفطر المبارك كل عام وحضراتكم بألف خير، ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من كعك العيد إضافة إلى الكثير من المستلزمات الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية. كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من الأسماك المملحة بالمنافذ الملحقة بالمجمعات الاستهلاكية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أكثر من 1100 سلعة تبدو على هذا الحال بكل المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع ينتشرون بكل المحافظات. السلع متوفرة دلوقتي عندنا مخزون استراتيجي في المواقع ما بيقلش عن 3 شهور، ومخازن الشركات حوالي 6 شهور. طبعا موجود دلوقتي السكر ب 10.5، الدقيق ب 10 جنيه، الرز ب 10 جنيه، الزيت ب 25 جنيه. كل احتياجات المنزل المصري كله متوفرة بالمجمعات دلوقتي بكميات كبيرة. كل تلك الأصناف أضيف إليها كحك العيد ومستلزماته الأخرى بتخفيضات تصل إلى 30%. الوزارة والشركة القابضة بتقوم بضخ كميات كبيرة جدا من الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق الخارجي مش أقل من 20-25 وتصل 30%. لأن دي صناعة بالسمنة البلدي موجودة، الكيلو عندنا بثمن نص كيلو برة، فسعر الكيلو الواحد يخرج من هنا بسبعين جنيها لترتفع بعدها الأسعار تدريجيا حسب الكمية المطلوبة، لكنها تظل تحت قبة التخفيض التي تصل إلى 30%. عندي علبة مشكلة كيلو فيها كل حاجة، الغريبة والكحك والبسكوت والبيتيفور المشكل دي ب 85 جنيه، وعندي العلبة اللي هي الاثنين كيلو برضو نفس الأنواع بتاعتها برضو ب 165، وعندي البسكوت ب 70 جنيه، وعندي الغريبة ب 100، وعندي الكحك ب 75 جنيه. أنا عارف هنا الحاجة مصدرها وعارف جاية لي إزاي وعارف إن ده تمنها، فعشان كده ببقى مرضي وأنا شاري الحاجة. فمن تخفيضات سلع المناسبات إلى تخفيضات السلع الأخرى يظل المواطن هو الهدف. وبينما تكتمل الصورة بالنسبة لتوافر السلع إضافة إلى سلع عيد الفطر المبارك كالكحك والبسكويت، يبقى للصورة وجه آخر لا يبتعد عن الأسماك. فمن كل الأصناف انتشرت التخفيضات التي تصل إلى 30% في الأسماك، خاصة المرتبطة بعيد الفطر المبارك والأكلات الشعبية منها. في وقت المواسم سواء شم النسيم سواء عيد الفطر احنا بنكسب المعروف جدا، وطبعا سعادتك عارف انها تبقى دايما اقل من بره، الاسعار بتبقى اقل من بره بحوالي 20-25%، يعني بنكسب كتير، يعني كل يوم حوالي طن سمك بينزل. التخفيضات يعني مش اقل من 20-25%، ودي واقل من بره من القطاع الخاص بنفس النسبه. وما بين توافر السلع والتخفيضات التي تصل إلى 30%، تنتشر المنافذ المتنقلة أيضا بنفس التخفيضات لتلبية احتياجات المواطن من كل السلع. رمضان الشحات، النيل.
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع احدى المنظمات الدولية اللي بتعمل في مجال التأهيل الاجتماعي، ده تطبيقا لسياسة الدولة في تقديم خدمات متطورة لأهالي ذوي الهمم. نتابع. تطبيقا لتوجيهات الدولة في التوسع لخدمات الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم داخل المجتمع، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي مع إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في التأهيل بروتوكول التعاون، وذلك بهدف تطوير خدمات مكاتب التأهيل والتي تلعب دورا مهما في استقبال المواطنين. بنشتغل معها على تطوير خدمات التأهيل في مكاتب التأهيل لدى وزارة التضامن. مكاتب التأهيل لديها مهمة كبيرة جدا في استقبال المواطنين وفي خدمة الشباك الواحد لكافة خدمات التأهيل لذوي الإعاقات المختلفة السمعية البصرية الحركية والذهنية وكافة وكسر القامة ومشكلات العمود الفقري كلها. المفروض أن مكاتب التأهيل بتأخذ الطلبات وبتعمل عملية إحالة لمؤسسات الدولة المختلفة. رئيس المنظمة الدولية الموقعة على البروتوكول أكدت أن هناك استراتيجية سوف تعمل من خلالها لتبادل الخبرات مع الوزارة لرفع كفاءة العاملين لدى مكاتب التأهيل. According to this protocol, the very first step is that together with the Ministry of Solidarity. البروتوكول اللي تم توقيعه النهاردة HI بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي هتقوم بتقييم 10 مراكز تأهيل وأربع مكاتب تأهيل في 10 محافظات في مصر. وفقا لأدوات ومنهجيات تم تطويرها من HI وهيتم تدريب موظفين من وزارة التضامن عليها. وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أنه تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل، ولكن تحتاج إلى التطوير الإداري للدولة حتى تفي بخدماتها لدى المواطنين ولذوي الهمم. إذن هو بروتوكول جاء ليساهم بشكل كبير في تطوير مراكز التأهيل الاجتماعي بالتدريب ووضع الخطط المستقبلية لاستقبال ذوي الإعاقة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة. من وزارة التضامن الاجتماعي، محمد الخطيب، النيل. تتزايد مبادرات توزيع الطعام على المحتاجين وعلى الناس خلال شهر رمضان المبارك، وزادت أهمية هذه المبادرات مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية عالميا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي من خلال مبادرات توزيع وجبات الطعام لمساعدة المحتاجين. وعادة ما يتبرع الناس للجمعيات الخيرية وللمتطوعين الذين يعدون وجبات ساخنة يوميا أو يعدون وجبات الطعام في المنازل بأنفسهم. كل أسرة تأكل مع بعضها، لأن في ناس كبيرة في السن ما تقدرش تيجي، ناس مريضة، ناس بتحرج. ودي نظرية اقتصادية، اللي بيفضل من الأكل ممكن يستخدم في وقت تاني في السحور لبكرة، ممكن الأسرة تزود صنف تزود صنفين. احنا سعداء بان احنا بنعمل النظام الدليفري المجاني. وفي قطاع غزة الذي يعاني من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، ظهرت بعض المبادرات الفردية للمساعدة. أغلب اللي بيعيشوا داخل المخيمات وضعهم الاقتصادي متدني جدا، فأنا استهدفت المخيمات هذه لنصل لبعض الفقراء، ربما ما نصلش لكل الفقراء، لكن قدر المستطاع نصل لبعض الفقراء اللي نقدر نسد حاجتهم من الطبايخ والوجبات في شهر رمضان. وفي لبنان تكثر مبادرات توزيع الطعام خاصة مع تراجع الأداء الاقتصادي. أخذنا عهد على نفسنا أنه لا بد أن هذه المسيرة تستمر، لأنه الله بيبارك بشهر رمضان المبارك، أنه لازم ما نوقف عن مساعدة الناس، لو بدنا نفوتهم يقعدوا معنا على السفرة بالبيت. ومع أزمة نقص الرواتب في ليبيا والانقسام السياسي، ظهرت التبرعات كطوق نجاة لدعم المحتاجين. في ليبيا عامة تعاني من نقص المرتبات، من انقسام الدولة في اللي جاتها مرتبة في اللي ما جاش، في اللي ما فيش زيادات والقصص كيف دينا في الاعتصامات، فحاولنا أن نحدوا من الحاجة هذه كلها تكاتف جهود أهل الخير وتبرعات الناس المتبرعة بالكامل. وتزايدت أهمية هذه المبادرات الخيرية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب الحرب الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا.
في قلب عمان بيحتل مسجد الحسيني بشعبية كبيرة بين المصلين منذ قيام الدولة الأردنية الحديثة، ويمثل نافذة مفتوحة على التراث المتنوع للمملكة. بني المسجد على مدى الفترة بين 1921 و1923 في عهد الملك عبد الله الأول على أنقاض مسجد بيعود لعصر الخليفة عمر بن الخطاب. وقال يعقوب حميد رئيس لجنة رعاية المسجد إن الكثير من الأردنيين ساهموا في تغطية تكاليف البناء في ذلك الوقت، وأن الناس كانوا يقطعون مسافات طويلة سيرا على الأقدام للقدوم إلى المسجد والصلاة فيه. منذ ذلك الحين لم يستقطب المسجد المصلين فحسب، بل اكتذب أيضا الكثير من علماء الدين وطلاب القرآن. وخضع المسجد الذي يضم أيضا مكتبة ومركز للدراسات القرآنية لأعمال ترميم في عهد الملك حسين والملك عبد الله الثاني، وكانت آخر عمليات الترميم والتجديد في عام 2019 بعد اندلاع حريق بالداخل. تضمنت عمليات الترميم منبر جديد بالإضافة إلى أعمال خشبية وفسيفساء في واجهته. ويقف المسجد الحسيني كمعلم بارز وسط عمان مع تطور حركة التجارة والأعمال فيها، وأنشئ الكثير من الأسواق والمتاجر الشعبية حول هذا المسجد. طبعا في شهر رمضان الكريم ومحاولة أن يلتزم الصائم بوجبات صحية أثناء الصيام، ده تعتبر مهمة مستحيلة، لأن بيمتد الصيام لعدد ساعات كبيرة، فيكون هناك إقبال طبعا عند الإفطار على نوعيات الطعام الدسمة أو المقليات والأطعمة المملوءة بالتوابل وأيضا الكربوهيدرات والنشويات والسكريات. لذلك بيقول كثير من أخصائي التغذية أنه أصبح كثير من الصائمين بيخافوا من اكتساب الوزن بسبب نوعية الطعام اللي بيقبلوا عليها، وده زاد من بعض العادات السيئة في تناول الطعام زي العزل المنزلي أثناء جائحة كورونا الذي تسبب في لجوء البعض في شراء الوجبات الجاهزة من المطاعم. الشيف تيني داوود واللي بتعمل في احدى الشركات الكبرى لتجهيز الطعام قامت بعمل عدة فيديوهات بتعد فيها الوجبات الصحية الشهية مع تشجيع متابعيها على الطبخ في المنازل بطريقة صحية بدلا من شراء الطعام الغير صحي. واثناء رمضان تضاعف متابعيها الى ما يزيد عن 22 ألف متابع، وده جعلها تعد قائمة للطعام جديدة كل يوم لتتناسب مع رمضان وتكون صحية وشهية في نفس الوقت. في الولايات المتحدة الأمريكية قام عمال بطلاء جذوع الأشجار باللون الأزرق، وده من أجل رفع درجة الوعي حول الاحتباس الحراري وقضايا المناخ. كانت قد بدأت هذه الفكرة، فكرة طلاء الأشجار باللون الأزرق في استراليا، من أجل التوعية ولفت الانتباه إلى ما يحدث للأشجار من حرائق متعمدة وتدمير بشكل جائر رغم كونها من أهم عناصر حماية هذا الكوكب. والدهان الأزرق المستخدم لا يضر بجسم أو خلايا الأشجار وآمن جدا على التربة. نتعرف مشاهدينا على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وقال الخبراء بحسب بيان للهيئة أنهم من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. يعني اليوم طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء، والعظمى بالقاهرة 32 درجة.
كده مشاهدينا نكون قد وصلنا نهاية هذه الفقرة وأهم الأخبار المنوعة وآخر مستجدات على الأحداث، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد قليل أهم الأخبار الرياضية.